هذه أول سيارة إن أنا أشتريها. أذكر حتى اشتريتها ب 74 درهم. فهذه السيارة زدتها بس زدتها بطاريات، الوايرات هذه من هنا أطلعها، كنت ألزق البطاريات هنا، كنت السابق يا سيائير، أذكر أسعارهم 300 درهم، فكنت السابق ياهم، كنت أجدمهم. غريب المطوع كانت هوايته صغيراً أن يفكك ألعابه من السيارات ليعدل ماكيناتها ويعيد تجميعها مرة أخرى فتصبح أسرع وأقوى من ألعاب أصدقائه. كبر غريب وكبرت معه هوايته ليحولها إلى عمل ناجح وتجارة واسعة، وأصبح الآن اسماً كبيراً في عالم تركيب السيارات في دولة الإمارات. أول ما أخذت الرخصة في عمر 18، في يوم أخذت الرخصة قلت أني أنا أول سيارة بأخذها شو بسوي بها؟ بفكها نفس ما فك سيارات الألعاب، جيت فكيتها خربتها. كنت أتابع أكثر شيء اللي هو اليوتيوب على أساس أني أنا أتعلم كيف طريقة تزويد السيارات. خربت 4 مكاين من سياراتي على أساس أني أنا أتعلم. وبعد ما سويت هاي السيارة اللي خلصت عندي في البيت، كان طموحي إني أنا أشارك في مثلاً بطولة في حلبة، شيء من هالأمور. شاركت في البطولة وأنا عمري في عمر بعدني ما دخلت 19 سنة، طلعت فيها الثانية. من بعدها الناس استوى يعرفون من هو غريب المطوع. تمر السنوات ويصبح غريب المطوع وجهاً مألوفاً في حلبات السباق، لافتاً الأنظار بسيارته التي يعدلها ويعيد تركيبها بنفسه في ساحة منزله. فبات هناك حلم جديد يراوده بامتلاك ورشته الخاصة ليبدأ في تركيب السيارات بنفسه ولحساب الغير بعد أن تعدى مرحلة الهواية إلى الإتقان. إلين عمر 24 كنت أشارك بالسباقات سيارات في الحلبة، سيارات بسيطة لأن ما كان عندي جراج وما كان عندي ورشة، كان الناس يعني يتواصلون وياي يطلعون رقمي، فيبون يعرفون شو خلطة اللي أنا أسويها، شو الشغلات اللي أنا أسويها على أساس أن الأنجن عندي الماكينة فيها قوة يعني. بعد ما تخرجت من الجامعة دخلت الخدمة الوطنية، بعد ما دخلت الخدمة الوطنية جمعت لي بيزات لأني ما قمت أصرف وما صرفت سنة كاملة تقريبا 9 أشهر. هنا ابتديت فتحت لي أول ورشة، فأهلي قالوا لي لازم تكون عندك وظيفة حكومية، فاستوت شوية مثل المناوشات على أساس أن أنا ليش اللي أنا أفتح لي، بما أنها التجارة فيها دخل علي إذا بشارك سباق فيها أرباح. قال لي والدي كلمة واحدة، أنت تشتغل في الحكومة تخدم الدولة وبعدها تصير تشوف لك تجارتك. طول مدة 4-5 سنين اللي كنت أشتغل فيها أنا كنت ما تركت السباقات، والوقت اللي كنت فيه في الوظيفة كان كل تفكيري متى يخلص عملي على أساس أني أنا أرجع أجابل السيارات اللي بشتغل عليها اللي هي حق الكاستم شو ولا حق السباقات اللي أنا بشارك فيها. كان شغف غريب المطوع بالسيارات هو دافعه الأكبر نحو الإنجاز، ورغم أن جهده كان موزعاً بين عمله بدوام كامل وممارسة هوايته ومحاولة تحقيق حلمه، فإن وظيفته كانت أحد الأسباب التي ساعدته في تحقيق هذا الحلم. بعد مدة 4-5 سنين فأنا قدرت أني أنا يجمع لي بيزات من عملي، فالفلوس اللي أنا جمعتهم فتحت لي من ورشة لورشة ثانية، ولين الحين عندي 14 ورشة ولله الحمد، وإن شاء الله بزيد الورش. وما عندي شغلة ما تستوي في الورشة، ما عندي أي شغلة ما تستوي. تبيني أفصل سيارة كاملة بفصل لي سيارة كاملة، بدي سيارة يمكن أنا إذا أدخل الورشة عندي لا أتريق، لا أتغدى لا أتعشى، يمكن عادي أتعشى الساعة 3 في الليل ولا الساعة 2. عادي مرات يقول لي العامل ان الشغله هاي ما تستوي، فعلا هاي الشغله تستوي، حتى ادخل وياهم منافسات العمال يقولوا لي انا استاذ، اقول لهم سموني انا عامل،